عارفه ان في الوقت معايا كله الكاميرا دايره وهي دي اللحظه اللي بيطلع فيها كل كل ارتجال يعني لا ليه لا انا رحت في ايه كان عايز اقول لك انا ولا سيمبلسيتي ايه عشان ده مبدئي انا بحب الحاجات السيمبل ما بشوفش انه لازم ان حد علشان يبين جماله ان هو افضل انا ما بحبش كده انا عايز بالعكس اعلم الناس السيمبلسيتي سوبر فان كانت لذيذة جدا الاول كنت خايفة جدا عشان اول مرة اشتغل معايا في كده رغبة معينة وبعدين اكتشفت انه بالعكس ان هو بيريح جدا الممثل اللي قدامه وبيديله كل سبيس ان هو يعمل هو عايزه وان هو بيسمع جدا لما كان عندي رأي مثلا في الدور او عايز اتطور من حاجة كان بيسمع قوي. اوكي مؤخرا بقينا نشوف امينة خليل في ادوار مختلفة تماما عن البداية ممكن تكلمينا عن تجربة ادوار الكوميدي؟ بحب اعمل حاجات مختلفة مش عايزة ازنق نفسي في نفس الحتة فعايزة اطور من نفسي واجرب اعمل حاجات مختلفة. طيب ممكن تقولي لنا حابة تشتغلي مع مين في كوميدي تاني؟ دنيا سمير جاي. اوكي طيب تفتكري ليه يا امينة كلمة الاكس دايما بتعمل مشاكل ممكن تقلب قعدة فرد مطعم او حاجة؟ علشان عادة الناس ما بتعرفش ان هي تنهي علاقات بطريقة فيها احترام وفيها ماتشوريتي وكده فسيرتهم بتهايبر اي حد بس لو في كده اقتناع ان خلاص العلاقة دي فشلت وان اتس اوكي وان انا اتعلمت منها وان انا مش بكره حد كده سيرته هتبقى زي سيرة اي حد. اوكي وايه اقرب اعمال امينة خليل اللي جاية؟ لا معرفش انا هركز بقى دلوقتي اتفرج على الفيلم انا بس بنفسي دلوقتي وبعدين نشوف. كانت ميديا بتشكرك قوي على حضورك وبتقول لك مبروك ويتمنى لك النجاح في ممكن من الدور طيب؟ حسن الموت
الطياره واطلع بره. هنا مشاهدينا جديد اهل مصر هنا من سينما مول مصر، طبعا متابع مع حضراتكم عرض خاص فيلم اكس مراتي، واللي تقوم بحوزاته او بطوله الفيلم من العنصر النسائي هي الفنانة أمينة خليل. حاليا هي في على ريد كاربت للعرض الخاص بالفيلم. هنتابع مع حضراتكم نجوم فيلم اكس مراتي على ريد كاربت.